السلام عليكم عاملين ايه يا رب تكونوا بالف خير وباحسن حال اهلا بكم في حلقه جديده النهارده جاي بوصفه ممتازه للناس كده اللي ما عندهاش وقت او بالها مش طويل او ما بتعرفش تعمل الفطير المشلتت هنعمل النهارده احلى فطير بطريقه سهله جدا بدون عجن ولا فرد ولا توريق وكمان بدون نسبه دسم عاليه مش هنستعمل سمنه كتير يطلع معانا مورق وطري تحفه بصوا الطبقات بتاعته في منتهى منتهى منتهى, منتهى الجمال ربع ساعه بالظبط وهتطلعي صينية الفطير القمر دي لو بتشوفوني لأول مرة ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة تعملوا كمان لايك like وشير للفيديو يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الفطير التحفة ده السهل الممتنع عملنا ازاي بسم الله اول حاجة هنعملها هعمل خلطة خلطة تشريب او الدهان بتاع الطبقات هنعمل خلطة كده حلوة قوي هتطرلنا كده الطبقات بتاعتنا هحتاج ايه هحتاج تلت كوبايه من السمنه السايحه وتكون سمنه طعمها حلو يعني سمنه بلدي سمنه يكون طعمها كويس تلت كوبايه من السمنه علبه كبيره من الزبادي البلدي او الزبادي شركات عادي المهم تكون علبه حلوه كده وزنها مثلا 100 جرام وكمان عندي معلقه كبيره من قشطه قشطه وش اللبن قشطه معلبه تمام الموجود لو مش موجوده عندنا القشطه او مش متوفره ممكن نستعمل بدلها معلقه سمنه كمان تمام كده ، هنحتاج ايه كمان ؟ هحتاج معلقة صغيرة من السكر عايزة الفطير بتاعي يكون في سن تسكيره وعلى طرف المعلقة ملح على طرف المعلقة وعلشان طبقات الفطير كده تورق وتبقى حلوة هحتاج معلقة صغيرة من البيكنج باودر ، بس دي خلطة التشريب اللي هدهن بيها الطبقات علشان يطلع معانا احلى فطير في الدنيا ، تقليب تقليب كده القشطه عندي متجمده شويه فكنت بحاول ان انا اطريها بالمضرب لحد ما كل المكونات تمتزج بالشكل ده كده خلاص الخلطه جاهزه هناخدها بقى على جنب ونشوف الخطوه الثانيه انا عندي هنا لفه من الجلاش الفطيره النهارده هنعمله بالجلاش اللفه دي حوالي نص كيلو مواصفات الجلاش عشان تطلع معانا الفطيره حلوه كده لازم يكون الجلاش بتاعنا طازه ما يكونش المجمد اللي بنجيبه من السوبر ماركت المجمد لا انا عايزه جلاش يكون طازه لسه معمول صينيه مقاس 30 هدهنها دهنه بسيطه من السمنه وهبتدي ان انا احط ورقه ورقه وبين كل ورقه والتانية. ببتدي ان انا ادهن حاجه بسيطه قوي من الخلطه دي ما تبلغوش في الخلطه دي بين الطبقات عشان ما تطرش زياده عن اللازم وتبقى معجنه كل الهدف من الدهان ده ان انا عايزة تكون طبقات الجلاش مفصولة من بعضها وطرية جدا وهي كمان تكون متورقة زي الفطير بالظبط شفتوا معايا في اول الفيديو قد ايه شكله فطير قوي طبقات مورقة جدا مفيش طبقة ماسكة في الثانية وطرية قوي وكمان طعمها حلو جدا جدا ملحوظة كمان مهمة قوي حاولوا تجيبوا من مكان موثوق فيه ما يكونش فيه نسبة ملح عالية مش عارفة ليه اليومين دول بيعملوا الجلاش وبيعملوا رقاق بيحطوا فيه نسبة ملح عالية يمكن علشان مش, بي مش يبوظ مع الوقت بس بجد في اماكن بتظبط الملح وفي اماكن بتعلي الملح قوي كتير طبعا مش بيبقى مالح بيبقى فيه سن التسكيرة فحاولوا تختاروا كده مكان موثوق فيه ما يكونش بيزود نسبة الملح علشان الوصفة ما تبصش فكان واجب عليا جدا انا اقول لكم الملحوظة دي. طبقات بقى طبقات وبين كل طبقه والتانيه بدهن دهنه بسيطه جدا وطبعا زي ما انتم شايفين انا كنت محطة الورقه من بره الصينيه علشان تديني نفس الايفكت او نفس الشكل بتاع الفطير اللي ملموم كده في بعضه بشكل الفطير المعتاد خلاص انا سبت ورقتين من اللفة بلم بقى طبعا الاطرف بتاعة الصينية كده وبرضو بدهن ما بين كل طبقة والتانية بحاول ان انا اسقي كل الطبقات وباخد بقى الورقة الأخرانية أو الورقتين الأخرانيتين وببدأ إن أنا أحطهم كده تحت بلفهم تحت الفطير أو تحت الجلاش بالشكل ده كده ورقتين بالشكل ده عشان تقفلي كل السطح ده وفي الآخر خالص دهنة بسيطة قوي من خلطة التشريب وبعد كده دهنة بسيطة برضو من السمنة عشان الوش يحمر ويبقى جميل أنا كنت عاملة صينيتين صينية دهنتها سمنة بس هوريكم شكلها من فوق محطتش خلطة التشريب. وصينيه حطيت فيها خلطه التشريب والسمنه ودي ليها شكل يعني واخده لون بطريقه ودي واخده لون بطريقه الفرن بقى يكون متسخن على درجه حراره 200 وعشرين درجه حراره عاليه ويفضل يكون الشوايه كمان شغاله يعني تحت وفوق ما تكونش درجه الحراره منخفضه انا عايزه الطبقات دي تنفخ كده في الفرن وتبقى بالشكل اللي إنتوا شايفينه ده الفطيره ديت مدهونه سمنه فقط لو اخدت لون طبعا الشواية اديتها لون بطفي الشواية وبسيب تحت كده يستوي براحته بس بهدي النار على لو ان الفرن بتاعك حامي خليها علامتين بس هتاخد حوالي ربع ساعة في الفرن يبقى بالشكل ده بتطلع من الفرن ومنفوخة كده وشكلها جميل بديها بخيتين كده من المية مية فقط من غير اي حاجة وبغطيها بورق فويل وكمان فوطة علشان تلطرية وتبقى تحفه زي ما انتم شايفينها كده بصوا بقى الصينيه ديت بصوا بقى شكل اللون ده بصوا اللون ده ده خلطه تشريب وسمنه فاللي حابب الشكل ده يحط خلطه تشريب وسمنه اللي حابب الشكل الاولاني الرايق أوي ده يحط سمنه فقط بصوا الجمال بصوا الطبقات بصوا الحلاوه تحفه مع عسل بقى وجبنه قديمه يا بس كده ده كان فيديو النهارده اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير سبسكرايب للقناه لو اول مره بتشوفوني اشوفكم على خير في وصفه جديده وفيديو جديد كان معاكم شيماء حسن من قناه حلو حادق مع شيماء سيبكم في رعايه الله ومع السلامه